سلام لا فامي، كتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم الاخوان هذا الفيديو بالف خير وبصحه جيده. المهم لا فامي، الفيديو ديال اليوم ان شاء الله اللي نتوما اللي طلبتوني عليه في انستغرام بالاسئله ديالكم الاخوان، كتسولوا على هبه اختي علاش مشات لايطاليا، علاش هجرتنا وهي باقا صغيره، علاش ماما خلاتها تمشي، واش عندها شي مرض مشات الدواء. المهم بزاف الاسئله. المهم بالنسبه للناس اللي باقي ما عارفينش علاش غادي ندوي وشكون هبه، انا خليكم الاخوان ستوريات ديال البارح اللي بزاف الناس تفاعلوا معاهم وحنا تاثرنا بزاف الاخوان، ربي لي عالم بينا. اقسم بالله البارح اللي فحال عندنا الموت في الدار، والله الا الاخوان فحال عندنا الموت في الدار. المهم لا فامي، شوفوا هاد ستوريات ديال البارح في انستغرام ونكمل لكم الفيديو ونقول لكم علاش هبه اختي مشات لايطاليا، واش غادي تعيش تما، واش غادي ترجع. المهم الاخوان شوفوا الستوريات ومن بعد نقول لكم علاش. فامي باش بلا ما نطول عليكم، ما قدرش نجاوبكم في ستوريات انستغرام حيت الهضره طويله شويه، وستوريات غادي يكونوا بزاف. ومهم الاخوان هادشي علاش قررت باش نجاوبكم هنا في يوتيوب. هبه علاش مشات لايطاليا؟ هبه الاخوان مشات لايطاليا، ما بقاتش غادي ترجع، غادي تولي تجي من الصيف الصيف، غادي تمشي تكم تقرا تما ان شاء الله، وغادي تعيش تما، غادي نبقاو نشوفوها غير من الصيف للصيف. المهم الاخوان غادي تعيش تما ان شاء الله. وعلاش خلاتها ماما تمشي، وعلاش خلينا حنا؟ المهم الاخوان حنا ما بيدينا والو، حنا بعض المرات كنقولوا ما كرهناش كون بقات معنا، وبعض المرات كنقول لا حسن ليها تمشي هنا، غتبقى هنايا ما غتعيش مزيان، ماشي ما غتعيش مزيان، المهم ما تقراش مزيان، شحال من حاجه غديرها في ايطاليا ما غديرهاش هنا. هذوك الناس الاخوان غادي فهمتي كيتهلاو هم كيعاملوا الانسان انسان. باش بلا ما ندخلوا في هذا الموضوع هذا الاخوان، حيت الهضره طويله. المهم هبه اختي علاش مشات لايطاليا؟ مشات الاخوان غادي تعيش تما ان شاء الله، والسبب اللي خلاها تمشي هو هبه في الاصل الاخوان ماشي الاخت ديالي، هبه البنت خالتي. وخالتي نهار من الايام جات دخلت المغرب، ولدها جا هنا في المغرب، وهبه كانوا كيتعكسوا لها الوريقات مسكينه، فين ما كتبغي ديرها خالتي كيتعكسوا لها الوريقات، بقات شاده ماما، بقات هي اللي رباتها، فين ما كتبغي ديرها خالتي كيتعكسوا لها الوراق مسكينه. حتى دارت 4 سنين، حتى البارح الاخوان عندي باش مشات هذا بالسهل على الله ومشات مسكينه. الاخوان 4 سنين ماشي سهله تعيش معاك دريه صغيره وتعيش معاك كأخت ديالك، حلت عينها في ماما كتقول لها ماما، حلت عينها في بابا كتقول لي بابا، تمشات قدامك، حبات قدامك. المهم الاخوان ماشي سهل، اقسم بالله ماشي سهل. وئام جات عندنا للدار دابا غير باقي ما كاملش عام، والفجأة لواحد الدرجه ما تصوروش. وئام لحد الان اقسم بالله الاخوان لا مريضه بسبب هادشي، من البارح حتى هي وهي كتبكي، الوالده حتى هي كتبكي، بحال عندنا الموت في الدار. حيت ماشي سهله الاخوان، بنت في عمرها 4 سنين وهي عايشه معاك 4 سنين، وفي الاخر غادي تمشي وانت عارفه غادي تمشي وما غاديش ترجع، غادي تمشي تعيش تما. وانا الاخوان تنقول صراحه صابر والله، لا انا لا تنقول الدار تما حاجه وحده، بغيت غير هبه ما تبكيش علينا، تقول لماما الحقيقه، هي تقول لها اديني عند ماما وديني عند بابا. هذا الشيء اللي ما بغيتهاش مسكينه، بغيتها تولي في دغيا، وما كرهتهاش والله، ما كرهتهاش تنسانا حنايا اجي الاخوان، والله ما كرهتهاش تنسانا باش حتى هي ما تمرضش، الدريه ما تمرضش. حيت واحد الكلمه الاخوان قالتها في المطار، قالتها لجده، حيت جده اللي داتها قالت لها خرجيني عند ماما،
صافي عاد هاد الكلمه هادي باقا الاخوان في عقل ديال الوالده فين ما كتفكرها كتجبك. المهم لا فامي نخليكم مع هاد الفيديو. اول كلمه قالتها هبه، اول كلمه خرجت من فمها هي بابا. وانا نخليكم مع هاد الفيديو الاخوان وشوفوا. مهم لا فامي بغيت نقول لكم دعيو معايا في كومونتيرات في ديوركم، دعيو مع ربي يصبرها وربي ينسى فينا حتى ان شاء الله تولف ماما مزيان. ومبغيناش مرض مسكينه، ودعيو حتى مع الوالده تنساها، واخا عمرها غادي تنسى منها. المهم غير المهم ما عرفتش كيفاش نوصل لكم الهضره. دعيو معها شي يا ربي يكون معاها. واش بغيت نقول لكم لا فامي ان شاء الله كنتمنى من عند الله ربي دغيا يدوز المده هادي باش يجي الصيف الجاي ان شاء الله ونعاود نشوفو هبه اختي ان شاء الله. يا ربي صبرنا وقدرنا عليها حسن نشوفو ان شاء الله. صبي شعري اش نحر شنو تجيبي لها؟ شنو تجيبي لها؟ طاليان ولا شنو تجيبي لها؟ صحيحة. شنو هي؟ كلشي. شنو تجيبي لها؟ الماكياج. شحال تجيب لي ديال الماكياج؟ شنو اخر عاوتاني الماكياج وشنو اخر؟ كامل. شنو اخر؟ وش وكامل. شنو اخر تجيبي لها من طاليان؟ كسوة. زيدي. وهدرت مع هي. مسالاش ميت هي. يلا صافي. معاك مامي. صافي دوا مامي. اسمعي تجيبي المامي ديالك؟ هدر مع دراري هدرت مع البنات. اشنو تجيبي لي؟ الكهوة والريحة وكشوة وصوب لك ساعات كامل. والمكياج؟ شحال تجيبي لي ديال المكياج؟ بزاف. شنو تجيبي لي ديال المكياج؟ تجيبي لي حكر ماسكارا. ماسكارا هيبة انت وحشوك من هادشي. هيبة انت وحشوك. انت هي الوحد. انت وحشيني. انت وحشيني بزاف ولا شويه؟ بزاف. وانا وي انت توحشيها بزاف. وماما زايره كي. وبابا بابا باغيشي. فين هيجي؟ يمشي معاك؟ لا ما فيش معاك. لا اديني معاك انا. شكون غدي معاك؟ مامي. انت يا الدار معاك. انت يا تمشي عندك سمعي. انت تمشي كورة. تلعب كورة انا؟ قولي عندي معايا مامي الطارية. صافي عندي معايا مامي الطارية. صافي ديري لنا باي باي. قولي لنا غادي نتوحشكم. باي باي. قولي لي كنبيع. مات. كتبيعيني؟ كتبيعيني انا ولا كتبيعي امين؟ وانا حسيت زينة. وانا هيب. هيب انا ما كتبغينيش. يا بوبا. هيبة. شاو هيبة. ايش بس الطاقة. ايش. راح نجيب لك عجلة.